kick with my new shoes. I'm gonna kick until I need new shoes. Yeah, yeah, I said don't stop. يسعد صباحكم، عدد جديد من MTV Alive، وتحية كبيرة لكم مشاهدينا الأوفياء اللي بينضموا لنا كل يوم بهالوقت. ببداية حلقتنا حبيت أقدم لكم كم نصيحة لكل اللي عم بيحاولوا يخففوا وزنهم وما عم بيقدروا، وبتصور هيدي حالة كتار منا. هلأ الأسباب كلنا بنعرفها، ولكن الحل كتير بسيط. إذا منقفل تمنا ومنعمل شوية رياضة راح نضعف، ولكن الحكي أكيد أسهل بكتير من التنفيذ. وللأسف كمان في ناس شو ما أكلت ما بتنصح، وهول كلنا منكرهن، وناس غيرهم إذا شربوا مي بينصحوا. وإذا عندكم هالمشكلة مشاهدينا اسمعوا منيح، في عدة طرق غير تقليدية بتساعدكم تخففوا وزنكم بطريقة أسهل. مثلا إذا كنتوا مثلي أنا بتحبوا الحلو كتير، الخبراء بينصحونا أنه ناكل الحلو عند الصباح. نعم عند الصباح، هيك منفش خلقنا بأول النهار وبتخف رغبتنا للحلو ببقية النهار. وكمان في دراسة أخرى بتقول انه اذا قطعنا الاكل لقطع صغيره بنخدع دماغنا حتى يفكر انه في اكل اكثر بالصحن، وبالتالي بنشبع اسرع بكميه اقل. وكمان مشاهدينا كلنا بنعرف اهميه الرياضه، وامين موجود معنا وباكد على هالشيء، لانه مش بس بتنشطنا عند الصبح انما كمان بتسرع الميتابوليزم، وبالتالي بتخلينا نحرق كميه اكبر من الكالوريز خلال النهار. ونصيحه اخيره، كبايه مي فاتره قبل الاكل بتخلينا نشعر بالشبع أسرع، وأكيد بالتالي ناكل أقل. تغييرات بسيطة مشاهدينا ولكن أثبتت إنها فعالة، بتأمل تستفيدوا منها. ولكل اللي عم بيعانوا من هالمشكلة برجع بقلكن أنا بحبكن مثل ما أنتو. خلينا نبدأ حلقتنا اليوم مشاهدينا مع تقريرنا، وبعدنا عم نتجول بمناطق بحمدون وعلي. واليوم سؤالنا هو شو أطيب فواكه بمنطقة بحمدون؟ خلينا نشوف شو كان جوابكن. فواكه؟ أطيب فواكه عندي؟ بدك يا نقل. تفاح. الموز. بحب الفريز. والتفاح. أنا هالبطيخ ما بحبه. البطيخ هذا شفته ما بحبه. نجاس، الخوخ، المشمش، كله. موز. خضر، الحمرة. دراء. أناناس. أطيب شيء لأن الفريز. والله أطيب شيء. أحلى فواكه لما تشوف صبية حلوة الصبح. إيه طبعاً. مايل للأناناس. واثنين ما بعدها دغري، ما بعدها دغري الكوكتيل، يعني ما في فاكهة معينة. بس بعديني على البندورة تبع نبيه بري. لا يعني إنه بتحسي الفريز إنه طعمته غير. لأنه فواكه صيفية. To get more energy you have to take some bananas. لأنه فيها كتير كاربس، فيها مغنيسيوم. أحلى فواكه بضميري. بقى شو بدي خبرك؟ هلكت أنا وشيل البطيخ، أشيلها عني وأنا بصورك معلم. من أطيب الفواكه، لأنه هبقلك إنه كلها بتشرب وهيك، أطيب فواكه عنا. أكيد كلها من الجبل، منها في العنب، في التين، في نجاس، الدراء، إجمالا كله الفواكه طيبة. إذا بس صبية حلوة عملتهم بإيدها بقدونس وقالت لي أو فواكه بكلهم. لك عيوني أنت، هاي بدك تمشيها بتعملي لها هاي، عرفتي كيف؟ إذا رنت يعني يا لطيف ألطف، وإذا ما رنت كمان يا لطيف ألطف. يا بي بس يشوفوا صبية حلوة عم بدهم ياكلوها بينسوا الفواكه. عم بتصور شيء؟ أعوذ بالله. أنا بعرف إنه ما عم بتصور. شفتي بس شوفي صبية حلوة بخليك يلعن أبو الفواكه على أبو اللي صنع الفواكه. خلص، بعد في شيء بحكي بالسياسة شيء. هذه نصيحة أخرى من أحد المشاهدين بمنطقة علي، هو برأيه إذا شاف صبية حلوة ببطل يأكل. كمان منضيفها على ليستة النصايح على الطرق اللي ممكن تساعدنا حتى نخفف الوزن. تحية لكل أهلينا ومشاهدينا بحمدون وعلي. مشاهدينا هون بدي أذكركم أنه نحن صار لنا فترة عم نخبركم عن عدة طرق حتى أنتوا تقدروا تشاركوا ببرنامجنا مباشرة على الهواء. في فقرات جديدة راح تنضم لبرنامجنا قريبا، وهون أنتوا عم بتكونوا نجومة. ثلاث فقرات
الفقرات الأولى. نحن بندعيكم حتى تجوا لعنا على استوديو الام تي في وتعلمونا طبخة كتير طيبة من إيديكم، أنتوا الشيف ونحن رح نتذوق هالأكل من إيديكم. وكمان فقرة أخرى هي الويلوكينج، يمكن كانت معنا سابقا ولكن بحلة جديدة، خبر الام تي في رح يكونوا بخدمتكم، رح يعطوكم نصايح مفيدة حول تغيير اللوك، يمكن الوقت ما بيسمح لكم أنه تهتموا كتير بشكلكم، وهون دورنا نحن. وكمان مشاهدينا ما في أحلى من الضحك عند الصبح اللي ممكن يرفقنا طوال النهار إذا ضلينا نفكر بالشغلة اللي ضحكتنا الصبح. وهون دوركم أنتو كمان، إذا عندكم أي مشهد أو لقطة مضحكة وطريفة حابين تشاركونا فيها أكيد نتمنى نشوفها حتى أنتو تكونوا جزء من برنامجنا. وهلأ خلينا نبدأ برنامجنا لليوم مع تحية صباحية كبيرة لفادي. Good morning. Good morning, Rula. How are you today? I'm fine. Good. Good. حلوين كتير هالفقرات الجديد، أنا متحمسة أكتر على المشاهد والفيديو اللي راح يبعتولنا إياهن. مزبوط مزبوط، أحلى شيء الضحك مثل ما أنت قلتي، أهم شيء نضحك ونضحك الصبح ليكون نهارنا كله هيك بابتسامة. يعني بتعرف فادي هذه طريقة حتى نشكر مشاهدين على وفائهم لنا على مدى 5 سنين، هن كل يوم عم بدخلونا على بيوتهم بشكل مستمر. هلأ دورهم هن حتى هن يجوا لعنا على بيتنا نحن على الام تي في حتى يتعرفوا على عائلتنا، وكمان هيك يشاركونا بتقديم بعض الفقرات. ندعيهم حتى يتواصلوا معنا عبر جميع وسائل التواصل الاجتماعي، وأنا واصلة عندك حتى نبدأ مع باركود. يلا ناطرك. صباح الخير لكل مشاهدينا، صباح الخير مرتين يا رولا. صباح النور. ماشي الحال؟ الحمد لله. وأنت؟ جود جود. بدي بلش خبرك عن تشارجر جديد للتليفون. للسمارت فون. على طول عنا هذه المشكلة، كل مرة بنرجع منعيد إنه عنا مشكلة التشارجر، على طول عنا بطاريات بتفضى بسرعة، على طول في أفكار جديدة. تعرف قد ما بتتطور هالأباري بعد ما لقوا حل جذري لهالمشكلة، لأنه هن عم بيطوروا الأباري وعم بيطوروا كل الأبليكيشنز اللي فيها، وكل إذا بدك الفيديو السكرين، كل هدول كل ما عم بيطورون كل ما عم بيصرفوا اكثر من البطاريه. صح، بدي اقول لك يعني صحيح في حلول جديده ولكن البطاريه عم تفضى اسرع. عم بضل تفضى اسرع. عم بيجبرونا انه نلجا لهال الاجهزه الجديده. في عنا طريقتين، رح نحكي شوي عن كيس جديده، كيس هال اسمها باك بون، كثير مهضومه. اول شيء مهضومه لانه شكلها مرتب رقد شوي، بتحمل وقعات، يعني جربوها عملوا تيست انه اذا وقعوها لعلو تقريبا 1.20 متر على الارض ما بيصير له شيء الاباري بضل سوليد. عم نحكي هون عن الايفون 5 بالتحديد لانه هي معمول للايفون 5. فالفكره اول شيء انه بروتكشن كثير مهمه لهالاباري اللي عنا اياها، بلس انه عنده من وراء عم نشوف هون بالصوره هالسلوت الصغيره، هالسلوت هي فيها ريسيفر، هالريسيفر هو بالتحديد لحتى يصير يشرج التليفون وايرلسلي، يعني بلا ما نشك كابل بقلبه، ليش؟ لحتى يكون شوي اسرع، شوي اسهل بكل بساطه. عم نشوف هون التليفون محطوط على التشارجر. هلا بيسمك شوي ولكن بيسمك لانه بيخدم اكثر من وظيفه. عم بيسمك 3 ملم بس. بس اكزاكتلي 3 ملم وعم بيطول 10 ملم. قد ايه بالوزن عم نحكي؟ 60 جرام. لانه هيدي من الاشياء السلبيه بالباتري الجديده. اولا ماكسيموم بتاخذ هيدي مش باتري. هون مش باتري، هيدي هون ريسيفر لحتى يصير يشرج وايرلسلي. اوكي سو بهون عم نشوفه على الـ يعني لازم ينوصل بشيء او لا؟ لا لا، عم تحطيها يعني على هذه الشقفه البلاستيكيه يعني الصغيره لحتى يشرج بطاريته وايرلسلي بلا ما تشكي كيبل. أوكي. فيه وبذات الوقت عم بيكون عم بحافظ لك على التليفون وما عندك اي مشكله ولا بالصوت لانه ما بيتاثر الصوت، بضل صوته كثير منيح، وعم يحمل لك التليفون مع اكيد فيلم على السكرين. هون عم نشوف التشارجر، عم نشوف الريسيفر، الكيس، والشغلة الزيادة اللي هي بالأسود بالنص هي بطارية زيادة، اكسترا باتري، هي انت بتشتريها زيادة. هالاكسترا باتري كمان بتفوت ورا محل الريسيفر وبيزيد سماكته شيء بسيط، بس كمان هيدي منا 100%
لحتى تفول البطارية الموجودة بالتليفون بتعبيه 50% exactly. هال 50% أكيد بيخلوك تضايني لآخر النهار، بيساعدوك إنك تضايني لآخر النهار تماماً تماماً exactly. هون عم نشوف هذا الفرق شوي بالحجم تبع التليفون قدي بيغير. بالنهاية مثل ما قلت لك عم بيزيد 3 ملليمتر، هون عم بيزيد شوي زيادة مع البطارية الأكسترا باتري. كل هدول عم نشوفهم بيكلفونا تقريبا حوالي ال 200 و او 150 دولار سوري بالتحديد كلهم، غير السمارت فون اكيد، غير السمارت فون عم نحكي عن الكيس نحن بالتحديد. وبرجعوا له انه الكيس هلا بدي 10 الكيس بتحمل شوك لحتى تحافظ على التليفون ما يتأذى. وشفت هيك كمان حواليها في رابر للسعر كثير منيح، لانه اوقات بس الكفر البروتكشن للحمايه بيكون مكلف لوحده. صح، نحن هون عم ناخد بطة اكسترا باتري، عم ناخد كيس، عم ناخد وايرلس تشارجر مع الكيبلز مع كل شيء. حلو مهضومه، موجودين عنا. نكست ايتم، فكره كثير جديده. بتعرفي حكيتي عم تحكي هلا على اللي ما بيقدروا يحافظوا على وزنهم وبيزيد وزنهم زياده، انه اذا بنقعد كل النهار ورا الديسك اكيد وزننا رح يكون عم يزيد، لانه ما عم نحرق كالوريز، الشحوم بتتراكم باماكن معينه 100%. مشان هيك في حدا لقى فكره كثير مهضومه اسمها ليفت ديسك. الفكره انه نوقف هالليفت ديسك، هي شركه ايز سكالتر هي اللي عملتها. الفكره انه نوقف نشتغل على الواقف، هذا هو الديسك، هذا هو بينحط على اوريدي الديسك اللي عندك هي بالتحديد لحتى يعلي الديسك وتصيري عم تشتغلي على الواقف. وانس بلشتي تتعبي على الواقف، لان هي كمان لحتى تحافظي على البوستشر تبعك انت عم تشتغلي. اذا لاحظتي بهذا الديسك في عندك للماوس باد، في عندك محل يوقف هيك جروفز بالخشب المعمول من بامبو لحتى يوقف الباد، لحتى يوقف التليفون، لحتى تحطي الكاب، كل هدول الامور هيدا هو كله سوا. كله ارتفع يعني، كله ارتفع حوالي 46 سنتيمتر لحتى نقدر نشتغل على الواقف. وعلى الواقف بتعرف انه على طول الواحد بصير يحرك شوي وهو عم بيشتغل، ما بكون قاعد كل الوقت، الدم عم بيمشي يمكن بسهوله اكثر. كمان الوقوف كثير مش منيح، فدي لازم يعملوا اوبشنيشن بين انه نقعد شوي ونوقف شوي. مشان هيك اذا بتشوف الجروز على الجوانب لحتى هلا هون عم نشوف بلاتفورم زيادة لتحط عليها اغراضك، بس العجوانب هي لحتى توطي الديسك. هون عم نشتغل على الواقف بكل سهوله، بس كمان لحتى نوطي هيك وطي كثير هيك بتكون على القاعد، يعني كمين. باللحظه بالوقت اللي انت تعبتي من الوقوف فيك توطي البلاتفورم كلها يعني سوا، يعني الطبقه كلها بترتفع او بتتوطى او بتتوطى، وعندك حسب القياس اللي انت بدك اياه. ما عندك اي مشكله، فينا بكل سهوله نحط كرسي. اوكي اكزاكتلي، بتحطي الكرسي فيك تشتغلي هيك لحتى شوي يكون في شويه حركه. اكيد في فكره حدا منكم طرح علينا من فتره لحرق الدهون ما بنساها حول هالموضوع، نفس المشهد ولكن كرسي الى مثل دولاب بيسكلت من قدام انت وقاعد بتجنن، بتعملي كايند اوف بايسيكل. اذا عملتها فتره قصيره ما رح تعمل فرق كبير، ولكن اذا زدتهم على بعض خلال النهار صحيح بتحل لنا مشكله كبيره. وبذات الوقت كان فيكي كمان تشوفي كم صور انت قاعد هلا عم تعمل بادلينج لبايسيكل، ما بتعد حسب شو لابسين اكيد. ما بدها كثير لانه الافورت منه كثير قوي. بس فكره كثير حلوه. سو هيدي فكره الديسك اللي بيتحول فيك تعليه وتوطيه بكل سهوله، حتى في هيك باد صغيره تابلو صغير فيك تكتب عليه يور نوت ويتمحوا بكل سهوله. فدارسينا عاملينها بطريقه كثير مهضومه تحتوي كل اذا بدك الاشياء اللي بتشتغل عليها واللي بتساعدك بتعملي شغلك during the day. اخر ايتم رح احكي عنه اليوم هي الفي في بلين. في في بلين هي فكره كثير جديده لحتى نصير ننقل هالكونتينرز اللي عندنا اياهم، بدل ما ننقلهم بتراكس ننقلهم بهالبلين، وهالبلين هي بتشتغل على طاقه الكهرباء. اتس ا هايبريد بلين، عندها كل هدول المراوح للكارغو اكزاكتلي للشحن. رح فرجيك هون كيف تاخذ الكونتينر، اتس 20 فيت كونتينر، بتقدر تحمل حوالي 33 طن، بعدهم عم بيعملوا تستات عليها وبتطلع فيرتيكال، وبعدين بيرجعوا بيقلبوا المراوح تتصير على تمشي هوريزونتال دغري. هون بتكون عم بتوفر بالبطاقه، عم بتوفر بالتلوث الجو بذات الوقت، وعم تنقل لك الكارغو لمحلات شوي مرات التراكس ما بتقدر توصلها لما في طرقات
على أمل أنه تتطور هالفكرة لاستخدام بالطيران المدني، مع أنه راح يكونوا خايفين كتار من الناس. لوقتها صح، جربها شي 10 سنين قبل ما هتخلى بعد كونسبت هون. Thank you فادي، أخبارك حلوة اليوم، بقيت نهار ممتع لك. Thank you. مشاهدينا وقفة قصيرة ونرجع لكم اللايف بكمل.